وللمزيد من التحليل ينضم إلينا من سيفاستوبول دكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك معنا دكتور في حلقة اليوم. يعني بداية، إذا سمحت لي أن أدخل معك في صلب الموضوع مباشرة، من الطرف المسؤول عن عرقلة تمديد صفقة الحبوب الأوكرانية؟ تحياتي سيدتي الكريمة. باعتقادي يعني الطرف الأساسي هو من وضع يعني العقوبات منذ البداية وقبل يعني هذه الاتفاقية، لكن يعني خلال عام كانت يعني تجربة مريرة لروسيا من خلال هذه يعني الاتفاقية والمبادرة، والتي كانت يعني بالنسبة لروسيا هي بمثابة يعني مبادرة إنسانية، لكنها وظفت من قبل المنظومة الغربية بشكلها التجاري يعني والمعلن، والذي رأيناه من خلال الأرقام التي يعني صدرت من أوكرانيا بالحبوب إلى الدول الغنية. 70% و40% منها توجهت إلى الاتحاد الأوروبي، وفقط 3% توجهت إلى الدول التي في أمس الحاجة لها، وهي الدول الأفريقية. رأينا يعني منذ البداية أن هناك توظيفات واستخدامات سياسية من قبل الولايات المتحدة والمنظومة الغربية لأكثر يعني من مادة، ومنها هنا يعني تأتي هذه المسألة، مسألة الحبوب ومحاولات لشيطنة روسيا من جديد بأن روسيا هي من تجوع العالم. لكن لو نظرنا يعني لفحوى الاتفاقية وما نص عليه، فلم يطبق ولا أي بند يعني فيما يتعلق في الشق الروسي، وهي فيما يتعلق في يعني تصدير الأسمدة والحبوب وتأمين الشركات وإعادة البنك الزراعي لمنظومة سويفت وغيره. فلذا لذلك يعني اليوم نحن امام معضله، لكن انا لا اتوافق تماما بان العالم مقبل يعني على مجاعه، وذلك لانه نرى ان هناك تضخيما يعني اعلاميا لهذه المساله. وقدمت روسيا يعني الكثير من الوسائل، ولغايه الان يعني هي تقول بانها على استعداد لتعويض يعني الحبوب الاوكرانيه للدول المحتاجه اليها، حتى يعني ولو بالمجان. فلذلك نحن امام يعني عمليه سياسيه إعلامية يحاول الغرب يعني توظيفها اليوم بشكل آخر. ولكن روسيا دكتور اليوم تقول يعني أن الصفقة بدونها أمر مستحيل، هل معنى ذلك أن أوكرانيا تريد المضي قدما في تصدير الحبوب دون موافقة روسية وبرعاية أممية مثلا؟ المحاولات هي يعني قائمة، وكان هناك يعني قدمت طلبا قد تقدم من قبل أوكرانيا إلى تركيا وللمتحدة، وتم مخاطبة حتى يعني حلف الناتو بهذا الخصوص. لكن هذه المسألة أعتقد أنها يعني جزء من يعني الهراء، لا يمكن يعني التعاطي مع مثل يعني هذه العملية بدون روسيا وتلك المناطق التي حددتها روسيا بمناطق عمليات عسكرية. ولا ننسى أن يعني الانتهاك يعني الصارخ لهذه الاتفاقية، والذي هو مستمر لغاية الآن، وهو من خلال استخدام يعني الممرات الآمنة في البحر الأسود واستخدامها بشكل يعني بشكل إرهابي من خلال يعني الزوارق الانتحارية التي رأيناها يعني خلال الفترة الماضية، وحتى يعني تقريبا يعني اليوم صباحا في استهداف سفينة روسية. فلذلك المسألة يعني هي مرتبطة بأكثر من عامل، يعني لا أعتقد أنها ممكن أن تكون منطقية يعني طرف آخر بدون روسيا وبدون التنسيق. نحن نتكلم عن مساحة يعني بحرية، ممكن أن تكون هناك احتكاكات أو صدامات يعني عسكرية، لا أعتقد أن اليوم الناتو بحاجة لها، أو حتى يعني تركيا. فلذلك استمعنا من الطرف التركي بأنه يعني لا يوجد رد على هذه المسألة، وباعتقادي من الصعوبة يعني تمرير مثل هذه المبادرة دون روسيا. ولو نظرنا إلى الطرق يعني البرية التي من خلالها يمكن أن تصدر الحبوب يعني الأوكرانية، فنراها يعني بعد المسافة، وأيضا يعني التقنيات من حيث يعني القطارات، والتي هي يعني تختلف ما بين أوكرانيا ودول المحيط يعني بما يتعلق بأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. فلذلك لابد يعني من التنسيق مع روسيا بهذا الصدد. ولكن دكتور، لماذا تقول روسيا أن الجانب الآخر من الصفقة لم يلتزم ببنود الاتفاق الذي تم توقيعه برعاية أممية وأيضا تركيا العام الماضي؟
سؤال وجيه جدا سيدتي الكريمه، يعني ما نص عليه في الاتفاقيه لم يطبق، والدور يعني التركي والدور الاممي كان بمثابه يعني الضامن لتطبيق هذه الاتفاقيه، ولم تستطع يعني الامم المتحده، او يمكن ان نقول يعني لم ترغب في الضغط على الدول، يعني على دول الاتحاد الاوروبي وعلى الولايات المتحده لتمرير يعني ما نص عليه وما وقع عليه من خلال يعني البنك الزراعي الروسي، وثانيا التأمين يعني شركات التأمين، وأيضا وصول السفن الروسية إلى الموانئ الدولية. هذا يعني ما ليس فقط ما تقوله روسيا، حذرت روسيا أكثر من مرة يعني بهذا الخصوص، ومددت يعني 3 مرات هذه الاتفاقية طوعا على أمل يعني أن تكون هناك استجابة من الأمم المتحدة، لكن رأينا أيضا ازدواجية المعايير يعني من قبل هذه المنظمة الدولية على لسان يعني غوتيريتش، وأنه يلوم اليوم يعني روسيا على عدم تمديد هذه الصفقة، وهو نفسه يعني لم يضغط ولم يطلب من الدول الأخرى تمرير ما وقع عليه ضمن الضمانة يعني التركية والأممية. فلذلك يمكن أن نقول يعني هناك عجز أو تقصير من الطرفين يعني الضامنين لهذه الاتفاقية، تركيا والأمم المتحدة. نعم دكتور عمار، ذكرت قبل قليل خلال الحديث أن كان هناك هجوم أوكراني على سفينة، ويمكن سفينة روسية، وقد فشل هذا الهجوم صباح اليوم. هل هذا الحادث قد يؤثر على تمديد اتفاقية الحبوب في المستقبل القريب؟ لا أعتقد ذلك، أن مثل هذا الحادث هو ليس يعني وليدة الحاضر، وهذه عملية يعني مستمرة. ولا ننسى يعني أن روسيا لو نوهت يعني بأنها ستخرج ولن تمدد هذه الاتفاقية، ليس فقط يعني بناء على المسألة يعني المعابر أو الممرات الآمنة، لكن لظروف وشروط أخرى. رأينا خلال الفترة الماضية بأن هناك تصدر يعني لشبه جزيرة القرم ومحيط البحر الأسود من خلال الهجمات بالزوارق الانتحارية بالدرونات المسيرة، وذلك أعزيه يعني للفشل والتعثر في الهجوم المضاد، والذي عول عليه سياسيا كثيرا من قبل يعني أوكرانيا والمنظومة الغربية. فلذلك يعني تتجه أوكرانيا إلى مفهوم يعني إرهاب الدولة، وذلك في محاولات لابتزاز المنظومة الأوروبية ليعني تعزيز التسليح، وأيضا يعني محاولات ممكن قول لجر أطراف أخرى إلى هذا الصراع العسكري، وكله يعني بالمجمل ممكن اعتباره جزء من الإفلاس السياسي للمنظومة الغربية في عدم التوجه إلى أي قنوات دبلوماسية من خلاله يمكن التوصل لمعادلة سياسية. أريد أن أسلط الضوء دكتور عمار على أن الكريملين يعني أعلن اليوم أن دولا أفريقية تعرضت لضغوط لعدم حضور القمة الروسية الأفريقية التي تعقد يوم الخميس، يعني كيف تجد هذه الضغوطات، وأي دول تحاول الضغط على الدول الأفريقية برأيك؟ فيما يتعلق يعني في الضغوط، رأيناها منذ بداية الأزمة ومن خلال يعني هيئة الأمم المتحدة الجمعية العمومية بالتصويت يعني لإدانة روسيا، وهذا الشيء هو ليس بجديد، يعني الضغوطات هي كانت تأتي مباشرة من قبل يعني الولايات المتحدة، وذلك ضمن المسار يعني الذي قد وضعوه بمفهوم يعني عزل روسيا عن المنظومة الدولية. لكن أرى اليوم يعني بأن العالم وخلال العام نصف يعني هو بدأ يتغير يعني تدريجيا، وتفعيل تعددية القطبية نحن لا يعني لا نقراها، لكننا نراها على أرض الواقع. هناك يعني تشكيلات إقليمية اليوم، يعني ائتلافات تتشكل من جديد، ومحاور يعني جديدة لا تتناسب يعني مصالحها مع المصالح الجيوستراتيجية الأمريكية. الولايات المتحدة اليوم يعني مستمرة بهذا النهج، وهنا يعني يمكن القول بأن اختلاط يعني الملفات الدولية والإقليمية مع الملفات الانتخابية في الداخل الأمريكي هو أيضا يعني يعيق هذه المسألة، وذلك أنه لا تستطيع اليوم إدارة يعني بايدن التراجع عن ما أقدم عليه في البداية من مسألة يعني الدعم اللامتناهي لأوكرانيا والنصر يعني وعدم إعطاء روسيا النصر الاستراتيجي، لكن نرى أن هذه المسألة
لا تتطابق يعني تماما مع الواقع، الواقع الجيوسياسي والواقع العسكري الذي نراه على الجبهات. فلذلك ارتكبت كثيرا من الأخطاء الاستراتيجية والتي تعيق يعني التوصل لحل سياسي. فيما يتعلق يعني في القمة الروسية الإفريقية، باعتقادي أنها ستكون يعني من أفضل وأنجح يعني اللقاءات، وذلك على يعني أساس يعني التعاون التشاركي، وباعتقادي سيكون هناك أيضا يعني جزء من الحل لمسألة الحبوب للدول الإفريقية. هذا ما أريد أن أسأل عنه دكتور. يعني قبل يومين أعلن الرئيس بوتين أن بلاده قادرة على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، كيف يمكن أن يحدث ذلك في ظل هذه الحرب؟ المسألة باعتقادي ليست مرتبطة فقط يعني بأوكرانيا، هناك الكثير من الآليات يعني التي من خلالها يمكن يعني توظيفها وإيصال يعني هذه الحبوب للدول المحتاجة لها. وأيضا يعني أكد الرئيس بوتين عن أن المسألة ممكن أن تكون يعني جزء منها بالمجان والجزء الآخر يعني على الأساس التجاري. نحن الآن يعني أمام الكثير يعني من الأمور التي يعني الدول هي أيضا تحاول يعني تخطي العقوبات، ولا ننسى أن العقوبات الاقتصادية هي ليست عقوبات دولية، هي عقوبات غربية مرتبطة يعني بالدول التي فرضتها. فمن خلال يعني التشاركات أو الاتفاقيات يعني الثنائية، باعتقادي يمكن التوصل إلى آلية يعني ترضي الجميع. وهنا أيضا يعني مرة أخرى أقولها بأن التضخيم يعني الإعلامي لهذه المسألة، الهدف منه هو يعني ضرب يعني اسفين، ممكن القول أو محاولة ضرب اسفين ما بين روسيا والدول الأفريقية. ونرى اليوم أن هناك توجها يعني إفريقيا إلى جزئيا يعني المحور أو الجهة الشرقية، وأعني هنا روسيا والصين، وذلك بعد التجربة المريرة للدول الإفريقية من معاناتها من يعني المعسكر الغربي وهيمنته يعني الاقتصادية والسياسية على تلك المنطقة. يعني في سياق الحديث عن اتفاق الحبوب دكتور، قال بوتين أيضا أن الغرب استغل اتفاق الحبوب لإثراء شركاته، هل تتفق مع ما قاله الرئيس الروسي في هذه النقطة أو في هذا الصدد بالتحديد؟ أتفق معه تماما بأن يعني الأرقام هي ما تشير يعني إلى ذلك. واليوم يعني ارتفاع الأسعار، أسعار الحبوب، هو يصب يعني في المرحلة في يعني أولا في الجانب الغربي، وخاصة يعني لا ننسى أن الولايات المتحدة هي الدولة الثالثة بتصدير الحبوب، والدولة الرابعة هي كندا، وهذا ما كانت يعني تنوه له روسيا منذ البداية بأن التوظيف التجاري لهذه الصفقة هو منذ البداية يعني كان وقد حققوا الكثير يعني من خلاله. لكن اليوم لا أعتقد أن روسيا ستسمح يعني بمثل هذه الاستخدامات يعني لهذه المادة التي العالم كله بحاجة لها. لكن تعودنا يعني من الماكينة الإعلامية يعني الغربية تصدير يعني معلومات مغالطة، محاولات يعني للتأثير على الرأي العام الدولي فقط لتمرير مصالحها الجيوستراتيجية والاقتصادية في نفس الوقت. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا للدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، كان معي من سيفاستوبول، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.